تحية لكل الطلاب اللي حابين يشرفونا على كلية الهندسة. نحن هيدا الاستحقاق السنوي اللي هو امتحان الدخول اللي بيصير بتموز عادة من كل سنة، وهيدا محطة مفصلية بكلية الهندسة، واللي يعتبر يعني كامتحان مميز على صعيد لبنان. كل الطلاب اللي بتقدم على هيدا الامتحان وتجتازوا بنجاح قد يعتبروا من الطلاب المميزين جدا. كلية الهندسة بتاريخها من سنة 1980 تاريخ تأسيسها، هي من الكليات اللي فرضت حضورها ونجاحها وتميزها الدائم بالجامعة اللبنانية وبكل حتى الجامعات. الكلية أوكي، يمكن عندكم فكرة هلأ تقديم الطلبات والتحضير لامتحان الدخول هو المحطة الأساس. إن شاء الله اللي بيكونوا من أصحاب الحظ السعيد وبيجتازوا هالامتحان نحن نرحب فيهم برحاب كليتنا، وكلنا منكون حدن ومعهم لنمشي بهالمسيرة لمدة 5 سنين. دراسة منعرفها بالسنوات الأولى والثانية هي فرنسي وإنجليزي، بيكون يعني اللغتين موجودين. السنة الثالثة تنقسم الاختصاصات اللي هن معروفين ما بين مدني، كهرباء، إلكترونيك، ميكانيك وبتروكيميا، والسنة الخامسة بيحصلوا على دبلوم مهندس من الجامعة اللبنانية. اليوم في عنا ماسترات كتير فتحت كمان، هيدي بتفتح لكم آفاق كتير بالمراحل القادمة. اللي بيميز خريجين كلية الهندسة نجاحهم بكل المحلات اللي اشتغلوا فيها، اللي كفوا دراسات عليا بلبنان أو برا حققوا نجاحات كتير كبيرة، واللي فاتوا بحقل الشغل بالشركات من المهندسين الناجحين والمميزين. حتى الجميع دايماً يثني على هيدي الكلية ويثني على خريجينا، ويعني يفضل دايما انه يكون للتعاون او فتح فرص العمل قدام خريجين كلية الهندسة. بتمنى للكل النجاح، لو يعني الكل بينجحوا بنقول لهم اهلا وسهلا فيكم. ان شاء الله بيكون يعني الانطلاقة بتكون جيدة وبتمشوا بهالمسيرة بطريق حلو، وبيكون كله حافل بنجاحات وحققوا كل الأمنيات في سبيل هالبلد، وهيك ننطلق بهالبلد لوضع أحسن على كل الأصعدة. تحية للجميع وأهلا وسهلا كمان مرة فيكم. يعطيكم العافية، معكم خليل سمور، تلميذ سنة أولى بكلية الهندسة بالجامعة اللبنانية. حكيكم شوي عن تجربتي كطالب سنة أولى. نحن أول شيء بنفوت على الجامعة أول سنتين مشتركين بين كل الطلاب، يعني ما بتتخصص دغري مثل باقي الجامعات، ميكانيك أو كهرباء أو مدني. أول شيء بتفوت سنتين لتتعرف على الهندسة بشكل عام وبعدين بتتخصص. حكيكم عن تجربتي بسنة أولى تحديدا على كذا صعيد. أولا صعيد الأكاديمي، في شوية ضغط، المواد بتتنوع من ماث لفيزيكس لبروغرامينج لمواد رسم، لازم تضلك متابع يعني يوم بيوم ومن فترة لفترة تضلك عم تواكب الأشياء اللي عم تتعلمها، لأنه المواد كثيرة وفي كثير معلومات. وطبعا فيك تعمل أشياء على جنب بس مش مثل باقي السنين، يعني أول سنتين معروفين إنه بيجوا الضغط الأكبر. أما على الصعيد الاجتماعي فبشوف الجامعة اللبنانية بتتميز عن باقي الجامعات الخاصة كافة. يعني ليش؟ لأنه بالجامعات الخاصة بيكونوا أنتوا بكورس، كل كورس فيه تلاميذ شكل. نحن هون 150 واحد علقانين مع بعض، يعني عندنا 10 كورسات بالسيمستر، 10 كورسات يعني من الصبح لليل قاعدين نفس الأشخاص بنفس القاعة كل الوقت، وهيدا عمدة 5 سنين بينبنى علاقة كثير وطيدة بين الأشخاص، بتعرفوا عليهم منيح وبيكون الجو الاجتماعي جدا جدا جميل. أما على صعيد الأندية الطلابية وهيدا الإخبار فكثير فعالة حاليا. أما إذا ما نحكي بعد على أصعدة الخدمات، فمجلس طلاب الفرع عم بيأمن الأشياء الأساسية ويأمن يعني كل شيء الطالب بيحتاجه، مش مثل ما بتسمعوا مثلا على الإعلام إنه الجامعة اللبنانية عم تضرب وتعطل وتقطع الكهرباء وكذا، لا، الخدمات الأساسية كلها موجودة والفوية شغالة والكل عم بداوم. ويعطيكم العافية. أعطيكم العافية، معكم علي دبوق، تلميذ سنة رابعة بكلية الهندسة اختصاص تليكوميونيكيشن. اليوم بدي أحكيكم عن تجربتي بهاي الكلية، خاصة ديبارتمنت الكهرباء واختصاص التليكوميونيكيشن.
هلا مثل ما بتعرفوا اول سنتين الكل بيكون مع بعض بالترنكم ما، ابتداء من السنه الثالثه فينا نفوت بديبارتمنت الكهرباء يلي فيه على مدار 3 فصول رح ناخذ كل شيء له علاقه بالالكترونيك، الكهربائيات، الكنترول وشويه برمجه. نحن ما بناخذ برمجه قد العلوم لانه نحن مش سوفت وير انجينير، نحن تيليكومينيكيشن انجينيرز. ابتداء من السنة الرابعة الفصل الثاني بننقسم، في جزء بفوت باور، في جزء بفوت تيليكومينيكيشن. اللي بفوتوا تيليكومينيكيشن هياخدوا كل شيء له علاقة بهالمجال، من السيركوتس كيف بتنعمل، النتوركس، السيجنال ثيوري وشوية ماشين ليرنينج. بينما اللي بفوتوا باور بياخدوا اشياء له علاقة بإمدادات الكهرباء، كيف الكهرباء بتتولد بالمصانع، وبياخدوا روبوتكس وميكاترونكس. سنة ثالثة بالميكانيك منفوت على الاختصاص ومنبلش من سنة ثالثة وسنة رابعة عن الميكانيك بشكل عام. من بعدها بخامس سنة بننقسم لا انرجي او ديزاين، وكمان عنا اختصاصين ممكن ينفتحوا قريبا هن الماتيريال والميكاترونكس. مجال عمل اختصاص الميكانيك كتير واسع، منبلش مثلا بالشركات السيارات والطيارات من ناحية الصناعة ومن ناحية الصيانة كمان، وعنا القطاع الصناعي الانتاجي بشكل واسع جدا، مثلا شركات التعليم للمواد الغذائية. كمان نطاق آخر ممكن نشتغل فيه هو التمديدات بالمشاريع البناء من ناحية التهوئة، من ناحية التكييف والأساطير. مرحبا، معكم محمد عساف، مندوب الثالثة مدني بكلية الهندسة الفرع الثالث الحدث. هحكيكم شوي عن اختصاص المدني بالجامعة اللبنانية عندنا. مبدئيا نحن الاختصاص المدني كتير متنوع وعنده كذا فروع نشتغل فيها لبعدين. أول فرع هو الستركتشر اللي بيحكي عن كل شيء مباني واساسيات المباني، وعندنا الفرع اللي هو اسمه تيبي او روت اللي بيحكي عن كل شيء طرقات وجسوره، وعندنا كمان هيدروليكس اللي بيحكي عن تمديدات المي وكل شيء خاصه بالتوصيلات للبنى التحتيه، وعندنا كمان جيوتكنيكال اللي هو كمان بيحكي عن اساسيات البناء واساسيات المشاريع كلهم، وعندنا اختصاص كمان التوبوغرافي اللي هو بيحكي عن التخطيط وكل شيء بيتعلق بالتخطيط والحسابات المباني. نحن عندنا بالاختصاص هون بالفرع الثالث حيكون موجود الستراكشر والتيبي اللي هو الببليك رود. بدنا نحكيكم اليوم اكثر عن البتروكيميكال انجينيرينج. البتروكيميكال هو ديبارتمنت عندنا بالكليه، هو عباره عن ثلاث اختصاصات: بتروليوم كيميكال وبتروكيميكال انجينيرينج. حاليا خلال هذه الازمه بس فاتح عندنا البتروكيميكال انجينيرينج، وممكن لبعدين يرجع ينفتح عندنا باقي الاختصاصات. بالنسبه للاختصاص اكثر كبتروكيميكال هو عباره عن بتروليوم وعن كيميكال انجينيرينج، قلبوا بعض المواد ميكانيك وبعض مواد الكهرباء ليتعرف الواحد على الالكتريستي والميكانيكال تبع الماشين اللي يشتغل قلبها. فبالنسبة لسوق العمل أكثر، نحن عندنا ممكن يشتغل الشخص كفارماسيتيكال، ككوزمتكس، أو دي عم بحكي كيميكال انجينيرينج، ممكن يكون ريشنال كاتاليست، أو ممكن يروح على البتروليوم في حال عم يشتغل برات لبنان طبعا، وبتروكيميكال، وممكن يشتغل اكثر، ممكن يشتغل كمان بالميكانيكال انجينيرينج، وفي يعني كومبينيشن من جميع اسواق العمل. في عندنا بالنسبه للماستر، في عندنا 2 ماستر حاليا موجودين قادر الشخص يفوت فيهم، كومبيوتيشن انرجي، وفي عندنا كمان روبوتكس كمان قادر يفوت عليها طالب الميكانيكال. لبعدين اكيد حيفتح عندنا الاختصاصات كامله، وكمان حيفتح عندنا ماسترات زياده. هذا كان كل شيء. بكلية الهندسة بالجامعة اللبنانية أنا اتفاقيات مع جامعات برا، معظمهم بفرنسا وإيطاليا وبلجيكا. قبل الطالب ابتداء من السنة الثالثة والرابعة يسافر بخيارين، يا أما الدبل دبلوم اللي هي بيكمل برا وبياخد دبلوم من جامعة لبنانية ودبلوم من الجامعة اللي برا، يا أما بيروح بهدف الماستر وبياخد ماستر من برا وبيكون أخد دبلوم منهم. بالنهاية بحب وجه تحية خاصة لمجلس الطلاب بكلية الهندسة، لكل الأندية بالكلية كمان، لكل الشباب اللي دايماً بتتطوع لمساعدة الطلاب الجداد بتنظيم أمورهم، بتقديم الطلبات، بالتسجيل، حتى بالمراحل الثانية يعني بيكونوا مجندين ليساعدوا ويقدموا ويتفانوا بسبيل مصلحة الكلية. أهلا وسهلا بالكل ونحن بانتظاركم.